ما حكم ركوب المرأة السيارة مع شاب من أقاربها لكنه ليس من المحارم، بحجة أن الخلوة منتفية، وهذا في حال المسافة القصيرة وليس السفر؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الشاب مبالغا فلا يجوز لها أن تركب معه وحدها، لأن هذه خلوة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. أما إذا كان هذا الشاب لم يبلغ الحلم فلا بأس بأن تركب معه، أو كان معها غيرها بما من تزول بهم الخلوة، معها محرم أو معها نساء أو معها من تزول به الخلوة، فلا بأس بذلك. نعم.